في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء هم القليل في كل عصر، شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره، الكلمتين دول هم كل الدنيا، الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه، واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم، يفرز هؤلاء القليل من الكسرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله. أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.